زي ما قلتلكم حيرتنا في الفطار احنا مش ناقصينها خالص، بس الولاد دايما بيقولوا هو الفطار جبنه بس، هو احنا الفطار بيض بس. هما عايزين تغيير، حقهم حقهم، مش هنقدر نقول لهم حاجه. واحنا كمان يكون في علمكم الفطار لا يقل اهميه عن الغداء، بل وكمان اهميته الغذائيه اكبر من الغداء، لان هو ده اول حاجه بتنزل جسمنا، ف كل الفوائد اللي بتتبني بيها الجسم، سوري، كل القيمه الغذائيه المفروض ان هي تدخل الجسم هي بتكون اول ما بنصحى من النوم. فقعدت افكر، قلت انا عايزه كده حاجه اعملها بقى افكار للفطار للعشاء، ممكن كمان تبقى حاجه كده نحلي بيها خفيفه. ما لقيتش احسن من الفطاير. هنعمل النهارده فطير مشلتت باسهل طريقه بالجلاش. كل وصفاتنا النهارده حلوه قوي قوي، هتعجبكم. بس تعالوا نبدا باول وصفه، مش هحرق لكم الباقي، بس شايفين قد ايه المكونات كتيره. دي موجوده في كل بيت، موجوده في كل بيت، يعني هتلاقوا الفلفل، البصل، الا اللحمه المفرومه، الزيتون موجوده، ده فطارنا، ده يعني موجود في كل بيت. قيمه غذائيه، طول ما احنا بنحط الفلفل الالوان في اكلنا القيمه الغذائيه بتبقى اعلى. الجبن طبعا، العسل الابيض، العسل، النحل، الطحينه، كل دي حاجات كمان مفيده جدا للاولاد. لو احنا ملتزمين مثلا بدايت، فاقول لكم ماشي، او ان احنا عايزين ناكل اكل صحي، حتى العسل والطحينه على فكره الكميه بس ممكن نحطها قد ايه هتبقى برده صحيه، مفيش حاجه اسمها ممنوعه. فتعالوا بقى نبدا باول وصفه، هي الفطير المشلتت اللي ممكن نفطر بيها الصبح جنب حته جبنه وعسل ابيض وايمين على كده. تعالوا نقول المقادير ونشتغل بسرعه. الفطير المشلتت هنحتاج لفه جلاش، 3 معالق كبيره زبادي، 3 معالق كبيره سمنه، 3 معالق كبيره قشطه بلدي، ونص معلقه بيكنج باودر بس. في ابسط من كده؟ مفيش اسهل ولا ابسط من كده. تعالوا بقى نحط ونقول هنعملها ازاي، وازاي تبقى جاهزه معانا في اقل وقت. هنجيب البوله بتاعتنا وهنحط فيها السمنه، ماشي، هنحط فيها ايه تاني؟ طبعا عايزين تزودوا سمنه، عايزين تقللوها براحتكم. نحط الزبادي، طبعا انتوا عارفين خلاص ان انا قبل كده عملت وصفات جلاش الحادق ما سقيتهوش غير بزبادي وحاجه بسيطه قوي، وسقيته كمان بلبن وكان عظيم، كل اللي جربه عجبه جدا. نحط بقى رشه بيكنج باودر دي علشان تخليه منفوش كده، وطبعا القشطه الجميله بتاعتنا دي اللي ما عرفتهاش، دخلت قلت لهم هي فين القشطه يا جماعه؟ اهي. ونقلب كل ده كويس قوي قوي، وده هيكون الاساس بتاعنا. بتقولي يا رنا؟ ام مين؟ ام هيام. ازيك يا ام هيام؟ ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بشكر ربنا. ايه اخبارك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، منورانا. ربنا يخليكي، انا كنت متابعاكي على الفيديوهات بتاعتك على النت. يا حبيبتي اهلا اهلا بيكي، اهلا بيكي، ده احنا ما بيننا عشره بقى. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هو انا بس كنت عايزه طريقه الفرخه اللي كنتش عاملاها مشويه اللي بالعسل. حاضر حاضر، من عيني حالا حالا. لو عندك يا رنا نزليها، لو مش عندك انا فاكراها اقولها. الفطير الفراخ المشويه بالعسل اللي كنا عاملينها، طيب انا هقولها لحضرتك. بصي هي عباره عن ايه؟ هي طبعا الفرخه بنجيبها بنغسلها في محلول ملحي زي ما احنا قلنا، اللي هي 7 كوبايات ميه عليهم كوبايه ملح عليها نص كوبايه سكر واي حاجه عطريه، ليمون بقى، زعتر، روزماري، بنحطها ونسيبها يفضل من 2 لـ3 لـ4 على قد ما نقدر، ماشي. وبعدين نعمل التتبيله. التتبيله عباره عن ايه؟ فرخايه، هنحط معلقه صغيره فلفل اسود، هنحط معلقه صغيره من الملح، لا معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من البهارات، الـ7 بهارات، وكمان هنحط لها رشه جوز الطيب صغيره، ونص معلقه قرفه صغيره جدا، وكمان هنحط لها زبادي، كوبايه زبادي، ربع كوب خل، عصير ليمونتين، ومعلقتين طماطم، وطبعا هنحط لها بصله، نضربها كل البصل بالتوابل الاول، وكمان نحط معلقتين عسل اسود،
ونقلب الحاجات الاول الناشفه، البصل بالحاجات التوابل الناشفه الاول، وبعدين نقسم التوابل دي نصين، نصها نحطها على البصل وندعك بيها البصله ونتبل الفراخ، والنص التاني نحطه على الحاجات السائله اللي هي زبادي وكمان هنحط عليها زيت، ربع كوبايه زيت، والخل والليمون والعسل والصلصه، ونخلطها عليها بعد كده ونسيبها طبعا من ساعتين لثلاثه، ونشويها على شبكه الفرن تحتيها صينيه فيها ميه فيها سلايز ليمون وعواد قرفه، وهنشغل درجه الفرن درجه حراره الفرن على 200 ونسيبها لحد ما تاخد لون بس كده. طبعا تحتيها الصينيه فيها ميه وسلايز ليمون وقرفه علشان اي حاجه تنزل من الفرخه عليها وتخليها جوسي كمان الفرخه، بس كده مفيش اسهل منها. بصوا دلوقتي انا بعد ما قلبت كل ده هروح جايبه هنا في الصينيه بتاعتي، هروح جايبه سمنه واروح حاطه في الصينيه، مهم جدا الخطوه دي. انتوا عارفين فطير مشلتت يعني سمنه، هيعجبكم قوي واسهل من العجن واسهل من حاجات كتير قوي معايا. ماشي بقى ايه نشمر كده علشان كمامنا النهارده طويله، وناخد طبعا الجلاش اهو معانا ونحط. حاضر، اول طبقه اهي، ثانية واحدة، وناخد أول طبقة معانا، هي حتى لو اتقطعت مش مشكلة، هي ايه بس لازقة في بعضها شوية، بس أنا هحاول ايه أسلكها، بس حتى لو اتقطعت ولا أي حاجة لأنه كله هحطه على بعضه أهو، وأفردها لا هي متقطعة قوي ماشي، ونقول الو يا مدام ناديه. صباح الخير. صباح الفل، زي حضرتك؟ ازيك يا بنتي عامله ايه؟ الحمد لله، احلى كلمه يا بنتي. الله ينور، الله ينور عليك يا بيبيان. انا عارفاكي طبعا من على النت والله، كلمتك قبل كده في القناه، مش عارفه فاكراني ولا لا. اكيد اكيد طبعا حضرتك، يعني ما ينفعش انساكي. زي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليكي حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ منوره الدنيا والله. حبيبتي انا منوره بيكوا بدعمكوا وبتشجيعكوا دايما. والله ده اختراع جميل جدا، بشكر اللي اخترع الجلاش ده. اه انا كمان بيوفر علينا حاجات حلوة كتير، حلوه تعمليها منه وخفيف وجميل واقتصادي يعني جدا. انا عملته قبل كده زي حضرتك كده ما بتعملي، وطلع جميل جدا اكنه فطير مشلتت يعني بجد. اه فعلا هي خلطته كمان عليها عامل كبير قوي يا مدام نادي، احنا بنتعلم. أيوة من حضرتك حبيب. دايما والله يخليكي، ما تقوليش كده، انت جميله والله يا اخلاق وجمال وشطاره حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلمي ايديكي مقدما يا حبيبتي، انا قاعده متابعاكي يا حبيبتي، ده شرف ليا. ميرسي لحضرتك جدا ونورتيني. قولي لي هتعملي اكل ايه النهارده؟ بس عند حضرتك يا حبيبتي. حبيبتي نورتي. هعمل باميه. ايوه. ورز وبدنجان مخلل بقى من اللي بالك فيه بتاع الاسكندرانيه. الله تعالي كلي معانا. الف هنا يا حبيبتي، دايما عامل. تعالي حبيبتي، احنا هنخلص كلنا ونيجي بقى. يلا والله يتنوروا. حبيبتي دايما عامر والله. حبيبتي دايما عامر، والف هنا وتسلم ايدك. الله ميرسي لحضرتك جدا جدا. بصوا انا حطيت هنا اهو الطبقات، وبحط ايه ما بينها، هي سمنه مع القشطه مع الزبادي، تخيلوا الطعم بقى. وهي كمان طلعت مدام ناديه مجرباها وعظيمه معاها الحمد لله. هي التجربة دي طبعا مش افتكاسي خالص خالص، التجربة دي انا مش عارفة اساسها ايه، لكن هي انتشرت جدا جدا وانا حبيتها قوي ونفذتها وجربتها، كانت حلوة فقلت ايه طبعا ايه ما يعني ما عزهاش عليكم، لازم نعملها مع بعض لانها حلوة جدا. حاضر مدام رانيا. يا مساء الفل. مساء الخير. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ انا معجبه بحضرتك جدا يا مدام دي بيبيان، ويعني اكلاتك جميله جدا حبيبتي والله، يعني مش عارفه اشكرك ازاي على كلامك. متابعاكي على طول على النت، يعني كنت متابعه كل فيديوهاتك يا حبيبتي. بجد ميرسي جدا لكلامك، ده احنا كده عشره برضو. الله يخليكي، ميرسي جدا لحضرتك، واتمنى لك دايما التقدم في الاحسن ان شاء الله. انا اللي ميرسي جدا ليكي ولتشجيعك ولكلامك، ونورتيني يا حبيبتي، ميرسي جدا جدا ليكي. يعني بصراحة مش عايزة أقول لكم، يعني ببقى مبسوطة قوي بالكلام ده، بس أحيانا بتحرج وما بعرفش أرد. ربنا يخليكم ليا. إيه الناس دي أنا عارفاها، يعني عمري ممكن
ما كنت شفتها بس ولا عمري حتى سمعت صوتهم في التليفون، بس مجرد ان هم بيقولوا لي متابعينك، فانا واثقه ان هم سبب كبير قوي 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 في تشجيعي، وان انا افضل لحد النهارده عندي شغف ان انا اقدم حاجات كتير علشان كلامهم وتشجيعهم. ما بتاخروش عني ان هم حقيقي لما حتى يجربوا حاجه يبعتوا يقولوا لي احنا جربناها. ميرسي جدا جدا ليك يا مدام رانيا، وميرسي مدام نادية، وميرسي لكل اللي كلمنا، وام لاميا، كل الناس اللي كلمتنا، ميرسي ليكم بجد ان انتوا بتاخدوا من وقتكم وترفعوا سماعه التليفون علشان تقولوا لي وتكبروا خاطري وتقولوا لي كلام حلو. يعني ربنا يخليكم بجد. الحاجات دي طبعا انتوا شايفينها ان هي ماسكه فيها، لكن دي لما تدخل الفرن طبعا كل ده هيسيح ويورق ويدينا ايه نتيجة عظيمة. بس هو مشكلته ان هو تقيل، على يعني تقيل مش خفيف، مع ان انا مش مكترة السمنة، بس برضو هو تقيل فيه قشطة، متكلف، حاجة متكلفة بنعملها عشان ناكلها، يعني حاجة متكلفة. بس هو كل ما كان فيه قشطة وسمنة كل ما يطلع مورق جدا وعامل زي الفطير المشلتت بالظبط، فما تستخسروش. واحنا مش بنعمل فطير مشلتت كل يوم يعني، فلما نديله كده حبة، بصوا لما عملت كده اهو دي كمان بديها ونقول الو يا جمال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام؟ الحمد لله منورنا. اتفضل. معاك جمال اخوك. جمال اخوك. جمال؟ اه. اهلا بيك. انا راجل يعني كبير في السن يا ستي، بس انا مش عارف اعمل اكل بالاكل يعني الطبيخ العادي يعني بتاعنا، يعني الرز والبتاع ده. اه الرز والطبيخ والكلام ده. فعاوز يعني اعمل ايه؟ البص انا جايب بطاطس مثلا. انا مش سامعاك كويس بس الصوت. الو. طيب ما انت عارف لو تابعتني ها؟ أيوة. هتلاقي أيوة. اسهل الوصفات، يعني انا بعمل فطير مشلتت اهو من ولا حاجه، تقدر تقوم حضرتك وتنفذه بسهوله جدا، وكلها حاجات موجوده في البيت. ويا سيدي لو على القشطه مثلا مش موجوده، الزبادي موجود، السمنه موجوده، لو على القشطه مش موجوده مش مشكله قشطه، هو هيطلع طبعا متكلف بالقشطه اكتر بس مش مشكله قشطه. عايزه اقول لك ان انا دايما دايما ببقى حريصه يا استاذ جمال، طبعا ربنا يديك الصحة، ان لما اعمل وصفات تناسب كل الناس اللي مش قادرين يقفوا في المطبخ كتير، الناس اللي هي حتى انا عن نفسي لو قلتولي وصفات، لو قعدت اتفرج على وصفات ولقيت ان فيها حاجات كتير هضطر ان انا اشتريها مخصوص، انا ممكن ما نفذهاش اصلا. لكن انا ببقى حريصة جدا ان انا لما اعمل لكم وصفات تكون مناسبة لينا كلنا، طلباتها ما تكونش عويصة. ماشي؟ طيب بصوا انا اهو خلاص انا بحاول اقفل اول واحده عندي علشان ندخل على اللي باقيه، هنعملها بقى ايه على الطاسه، مش هنحتاج فرن اهو. حاضر هخلص دي يا رنون وهقول لكم. بصوا بقى المقادير هنا علشان نعمل الفطير المشلتت بالجلاش، هنحتاج ايه؟ هنحتاج لفه جلاش، هنحتاج كمان 3 معالق سمنه، هنحتاج 3 معالق قشطه، هنحتاج 3 معالق زبادي، وهنحتاج صينيه مدوره حلوه كده علشان يطلع معانا فطير مشلتت حلو. وبعد ما زي ما انتم شفتوا كده انا بلف وبدخل، بعد ما اخلص هروح عامله ايه؟ هروح مدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده قد ايه؟ لحد ما تاخد لون من فوق ولون من تحت، هتبقى معايا حلوه جدا هتشوفوها لما تخرج من الفرن ان شاء الله. انا هطلع بس فاصل وبعدين هكون دخلتها الفرن خلاص، انا بخلص ده اخر وش، وبعدين هحط كمان طبقة من ده واحط شوية سمنة وهدخلها الفرن، وهستناكم بعد الفاصل، مش هعمل اي حاجة تانية. فاصل صغير وهنرجع لكم بسرعة.